السلام عليكم أزف اللون. بونجور تو الموند، اليوم غادي نحضرو كيكة بدون فرن. أجوردي أون فا بريباري أن كاتو سان كويسون سان فور. بو لي زانكريديون وزالي لو غوتروفي دون لا بواط ديسكريبسيون. المكونات غادي تلقوهم في صندوق الوصف. تابعوا الفيديو. هنا كيما كتوفو عندي لي بودوار وعندي هنا قهوة مرة. كوم فو فوايي إيسي جي لي بودوار إي جي لو كافي أمير. جو في ترامبي مو بودوار إي جو في لي ميتر دون لو مول. غادي نغطسهم ونحطهم في القالب التائي. اذا كان عندكم قالب صغير غادي يكون الكميه اقل. هنا قد ما ستفتهم غادي نحضر لا كام باتيسيير. Ici, je prépare ma crème pâtissière ordinaire. لقد ما طابت لي الكريمه اضفت لافاني وملعقه كبيره من الزبده. ابري كو ما كريم ابري جي مي لافاني اي كويير ا سوب دو بور اي جو في ميلانجي. نحط الكريمه الطبقه هذه الاولى ونزيد بودوار ونشمخها في القهوه. جو في ميتر لا بروميير كوش بوي جو في remettre d'autres boudoirs que je vais tremper dans le café puisque mon moule est plus grand. اذا كان القالب تاعكم صغير غادي تدي لكم الى طبقه واحده. Si vous avez un petit moule ça va prendre une seule couche. هنا غادي نحضر لاصوص كراميل. غادي نديرها طريقة الكراميل بيغ سالي. ici je prépare ma sauce caramel. si vous n'avez pas de la crème fraîche vous pouvez le remplacer par des petits suisses. اذا ما كانش عندكم القشطة تقدروا تعوضوها بالجبن الطري. you
هنا في الاخير ندير شويه ملح. جو في ميتر اون باسيت سال. هنا باش يحكم لي الكراميل درت ملعقه كبيره من النشا وشويه ماء وحطيتها باش يجيني شويه ثقيل، يعني باش يحكم روحه. تقدروا تعوضوها بالجيلاتين. ici j'ai mis une cuillère à soupe de maïzena avec un peu d'eau. vous pouvez la remplacer avec de la gélatine. هنا لاصوص كراميل ما قدتنيش لان القالب تاعي كبير، راني ندير اون صوص كراميل كمية اخرى. ici ما صوص كراميل elle ne m'a pas suffi puisque j'ai un grand moule, donc j'ai refait un autre caramel. هنا كيما تشوفوا المايزينا وشويه ماء والماء الاخر غادي نضيفه في الكراميل تاعي. كما vous voyez ici j'ai une cuillère à soupe de maïzena avec de maïs avec un peu d'eau. pour les quantités je vais les mettre dans la boîte description. الكميه غادي نوضحها في صندوق الوصف، والماء الاخر غادي نضيفه على السكر تاعي لان ما عنديش يعني الجبن الطري كما كنت تشوفوا. اني حطيته كما كنت تشوفوا حمزه حقه. ان شاء الله تكون عجبك الوصفه. زينته بالرقائق اللوز، واللي ما عندهمش يديروا الفول السوداني دي فيون دو ديكوري افيك دي زاموند افيلي سي فو نافي با دي كاكاو سينو في لي سي كاراميل سامبل. جيسبر كو زافي ايمي لا فيديو، فو لايكي فو زابوني ا ما شين اي بون ابيتي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وشهيه طيبه.